السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم على خير؟ كنتمنى يا ربي كلكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات بغيت نتقاسم معكم واحد الحرشه اللي كتكون مكونات سهله وبسيطه وفي متناول عفوا اي واحد يقدر يديرها. هنا باش ما نطولش عليكم، كيف كتشوفوا المكونات، ها ما عندي واحد ما كاملش نص كاس ديال الزيت، ربع كاس فايت شويه. عندي هنا واحد 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده اللي مبسطين ماشي عامرين بزاف. عندي هنا ياغورت، هنا هاد الياغورت تقدروا ديروا اي ياغورت عندكم فاني، انا غير ما عنديش درت هذا، هاد النوع ديال الاكتيفيا. عندي كاس ونص ديال الماء ديال العنبه، هذا من الروبيني ولا من الصنبور. عندي هنايا واحد 3 الكيسان ديال العنبه ديال السميد الناعم، سميده رقيقه. عندي واحد القبصة ديال الملحة، عندي كذلك خنيشة ديال السكر فانيلا، وعندي كذلك واحد الخمارة. دونك اول حاجة البنات غادي ناخد الاناء ديالي اللي غنخدم فيه على هذا الشكل، كنتمنى يكون واضح لكم. غادي ندير اول حاجة غناخد هاد السميدة غنصبها وغنضيف لها ديك الزيت اللي قلنا على هذا الشكل. وهنا البنات غادي نبسبسوا هاد السميده حتى تشرب لينا ديك الزيت. دونك هاد المرحله البنات ضروري ديروها باش كاع دوك الحبات ديال السميده يشربوا لينا ديك الزيت اللي عندنا على هذا الشكل. بحال هكا في هذا الاثناء غنبداو في الاضافه ديال المكونات الاخرين. دونك غادي نزيد ديك القبصه ديال الملحه، غنضيف ديك 3 المعالق طحين كبار ديال السكر سنيده، كذلك غادي نضيف خنيشه ديال السكر فانيلا من وزن 7.5 غرام. غادي نضيف هنا ديك الياغورت اللي قلنا بنكهه الفانيلا، على هذا الشكل. وغادي نضيف كذلك ديك الخماره ديال الحلوه من وزن 7 غرام ولا 8 غرام. هذه الخميره ديال الكيماويه ديال الحلوه، وغنخلطوا هاد المكونات بحال هكا. وفي هاد الاثناء من بعد ما نخلطوا هاد المكونات غادي نبداو في اضافه ديال الماء، نديروا على 2 دفعات الماء، ما نجيوش ونخويو في دقه واحده. انا الصراحه هاد البنات هاد الحرشه كتجي زوينه، وكيف شفتوا المكونات ديالها بسيطه، كاسونس ديال الماء غيدير لينا حرشه تبارك الله في الصلاه عنبي اللي تاكل فيها العائله كامله، ومكونات اقتصاديه وبسيطه. دونك على هذا الشكل غادي نتركها البنات واحد 5 دقائق مما ترتاح شويه، والوقت اللي غنوجد فيه المول اللي غادي ندخلو الفران. هنا البنات من بعد ما خلينا ديك الخليط ديالنا، هانتوما كيف كتشوفوا شرب ديك الماء وبدا كيعقد شويه، هي راه كتبقى بحال هكا بحال سائله. وغادي نجيب المول اللي وجدت. دونك هنا كيف كتشوفوا دهنتو بالزبده ولا بالزيت ولا بشنو عندكم، ورشيتو بالسميده. وهنا غادي نفرغ ديك الخليط البنات، على هذا الشكل. وغادي نوزعو حتى يشد لي لا فورم ديال المول ديالي على هذا الشكل. هنا البنات انا عندي شويه ديال الزنجلان اللي ما محمرش، غادي نرشو من الفوق
هادي كتبقى غير اختياريه البنات، اللي بغى يديرها اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش، يكتفي بها بحال هكاك طيب، ومن بعد منين طيب راه يزوقها باش ما بغا، ولا ياكلها غير هكاك عاديه بلا زواق بلا والو، راه هي كتجي زوينه البنات. دونك على هذا الشكل انا رشيتها هكا بالزنجلان شويه، وغادي ندخلها للفرن حتى طيب لي ونقدمها. الحرشه ديالنا البنات انا غندخلها للفرن بما طيب ان شاء الله، وديك الساعه نوريكم الشكل ديالها النهائي البنات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحرشه السائله اللي درنا قبيله بالماء، جات على هذا الشكل. من بعد ما كتخرج من الفران كتجي على هذا الشكل، كيف شفتوا ديك الحبات ديال الزنجله اللي درنا من الفوق، كتجي هانتوما كيف كتشوفوا مشقه من الفوق، صراحه كتجي غزاله والمذاق ديالها زوين بزاف البنات، وهشيشه في متناول اي واحد. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم البنات ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي قناه يوميات سوكي، والضغط على جيم، وكذلك تفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وديما لا البارطاج باش تكبر العائله ديالنا. شكرا لكم على الدعم والتواصل ديالكم وعلى التشجيع ديالكم اللي خطيكم عليا. خليتكم في امان الله، والى وصفه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.